هذه التربة لم تخذل هذا الشعب أبداً، بل أشبعته دائماً. هي مدينة غير كل مدن العالم. إذا سألتموني عن هوية مرسين، أقول هي مدينة ميناء أولاً. في الحقيقة إن مرسين هي التي علمت تركيا التجارة الخارجية. إننا نقوم بأكبر استثمار في التاريخ في مجال الطرق والمواصلات. الصينيون يريدون إحياء طريق الحرير مجدداً، مستندين إلى حكاية الطريق القديم. نحن أيضاً لنا حكاية مشابهة. هذه الفكرة هي التي جعلت من مرسين مرسين. في رحاب الأناضول، مرسين منارة المتوسط، يأتيكم السبت الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القدس الشريف.